وفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جويلية 2018 وتطبيقا لمخطط التحويل السنوي 2018 المصادق عليه من طرف السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أنصب رسميا هذا اليوم العقيد قندوسي عبد القادر في منصب قائد القيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني بتمرسط خلفا للعميد رملي عبد الكريم.